بصراحه ما عندي مفهوم معين له. الرياده هي بشكل عام تهتم بتاسيس الاعمال المتنوعه بمختلف مجالاتها. صراحه يعني ما بعرف عن الموضوع هذا، ما في ناس مختصه انه والله تيجي علي على الجامعه انه بتحكي بموضوع رياده الاعمال كثير، وما لقيت حدا يحكي يدعيني لاحضر محاضرات رياده الاعمال بشكل كبير. يعني اكيد اي شخص بيوم من الايام فكر انه ينشئ مشروع خاص، خاصه اذا كان عنده طموحات تطوريه. اكيد بلشت افكر بابداع فكره ابداعيه لحتى ابلش فيها مشروع ريادي من انا سنه اولى جامعه. صراحه اكيد كل شخص بيكون عنده فكره انه يعمل مشروع معين، بس ليجي الوقت المناسب. اكيد يعني في عندي مشروع ببالي كبير يعني، وان شاء الله انه احققه واعمله. فكره وجود داعم هي فكره رائعه. اكيد طبعا يعني هذا اشي كبير كثير مهم، لانه انا طالب جامعه وما معي انه راس مال كبير انه احقق هيك اشي كفكره مشروع ببالي. باعتقادي الرياده ما بتحتاج لحد لجهه تمنحها، لانه الرياده هي الابداع، يجب ان تبدا من الصفر لحتى انت تبلش تخلق نفسك من البدايه.